ما تقلقش قربنا نوصل للمستشفى. مش قادر، ألم شديد. طيب اهدى ووصف لي انت حاسس بايه بالظبط. حاسس ان محدش بيحبني. يا خبر، ايه اللي خلاك تقول كده؟ انا اترفدت من يومين، يا تلحقوني يا ما تلحقونيش. اترفدت من يومين وساكت كل ده؟ انت ايه؟ انا قلت المسكنات هتريحني. مسكنات ايه يا جاهل؟ جرح الرفض ده مش اقل من 6 غرز. حتى اصحابي اقرب الناس ليا بقوا بينزلوا القهوه من غيري. طوارق افتحوا العمليات، معايا حاله رفض اجتماعي. لا لا لا، ما تروحش مني دلوقتي. قوم كلنا بنحبك يا عم. قوم نهاق ابيض، انا سايب واحد اسمه عرفات في مستشفى الممثلين عشان اجيلك. علاقاتي كلها باظت خالص. وعشان خاطر عيلتك، دول هم اللي باقيين لي. فتحت الجرح القديم، الله يخرب بيتك. انا الحقك، ما تخافش. اسرع يا عبد اسرع، ما تتعبش نفسك معايا. انا هوبليس كيس. طالما قلبك ما اتكسرش يبقى لسه في امل. انت بتقول فيها؟ ما فركشت 3 مرات. انت عندك جرح الاحبه. انا حاسس ان انا بموت يا دكتور. اهدى يا قلبه، اهدى واستنى. انا حاسس اني بموت. واضح ان القلب اشتكى. حقنه الهشتكى بسرعه. عزيزي المشاهد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بك في حلقة جديدة من برنامج الدحيح. الدحيح بيقول أهلا، بيفتح دراعاته للجميع، بيقول لهم تعالوا في حضنه. غير الجامعات والكليات اللي بترفض الناس انها تصبح من مجتمعها، والنوادي الكبيره اللي ترفض اللاعبين، والبنت اللي بتحبها ترفضك انك تعمل كيان واحد، فتحس بالالم، تحس بالوجع. عزيزي المشاهد، ليه؟ عزيزي المشاهد، انا بجد فعلا الظاهره دي غريبه. ليه احساس زي الرفض حاجه كده اجتماعيه بنتكلم دايما عليها بشكل انه حد اذاني؟ خلينا نقول ان في شله معينه انت عايز تنضم ليه، الشله الروشه، لما يرفضوك بتحس ان انت اتوجعت، بتحس بالم. ليه مثلا لما تروح تقول لواحده ما تيجي نبقى اصدقاء فتقوم قايله لك لا وترفضك، تحطك في الفريند زون مثلا؟ ليه بتبقى انت حاسس بوجع بالم؟ عزيزي المشاهد، خليني احكي لك على تجربه. في عام 2003 الدكتوره نايومي ايزنبرجر في احد جامعات كاليفورنيا لاحظت حاجه تبدو عاديه ولكن بالنسبه لها كان الموضوع محير جدا. الموضوع ببساطه شديده ان نايومي كانت بتلاقي الناس لما تتعرض لرفض بتوصف احساسها بعد التعرض لهذا الرفض بمصطلحات تليق اكتر بالالم الجسدي، سواء بقى رفض من علاقه، من صداقه، او من وظيفه. مصطلحات مثلا زي my heart was broken، قلبي اتكسر ولا حد سمع، او it was like a slap in the face، كانه قلم على وشي، او I was hurt، انا انجرحت. كلها مصطلحات مرتبطة بالألم الجسدي. كان ممكن هذه العلامة تشوفها مبالغة، أفوارة، ما تقابلتش في شغل فتقول أنا اتجرحت وأنا اتعورت وأنا ميت من جوه، dead from inside. إيه يا عم الأفوارة دي، ما بلاش صياعة. هي ما فكرتش في كده. نايومي كانت شايفة إن اختيار مصطلحات زي دي هي محاولة لوصف إحساس صعب إنه يتوصف بطريقة مباشرة. والأغرب إن المصطلحات دي مش موجودة في اللغة الإنجليزية بس، في كلام مشابه في جميع لغات العالم. وده خلاها تتساءل إذا كان هناك رابط أعمق بين الألم الجسدي والألم النفسي. وعشان تبحث في جذور الموضوع أكتر، بدأت التجربة مع كيبلينج ويليامز، دكتور في جامعة بردو، مباحثين آخرين زملائهم في دراسة نشروها سنة 2003 في مجلة ساينس. استخدموا تكنيك سموه سايبر بول. الشخص المقام عليه التجربة بيلعب لعبة أونلاين. اللعبة عبارة عن كرة افتراضية بيحدفها الشخص لناس تانيين، ناس مجهولة موجودة في أماكن تانية. يفضلوا بقى كلهم يحدفوا الكرة لبعض، خد يا كابتن، خد أنت يا كابتن، وارميها لهنا ورجعها كده. فاهم إزاي؟ في التجربة بقى كانوا عايزين اختبروا حاجه، فكانوا في التجربه يخلوا الناس الثانيه تبدا ترمي الكور اللي بعديها بس، ما يرموهاش للي بيعملوا عليه التجربه، بحيث ان هو يبقى ايزوليتد. خلاص كده انت كده بشكل او باخر مرفوض من مجتمعنا، احنا اللي بنلعب كوره نباصي لبعض مش هنباصي لك. طبعا عزيزي المشاهد، احنا بنتكلم على لعبه افتراضيه، فاشخاص افتراضيين مش حقيقيين، احنا العلماء مبرمجينهم ان هم يعملوا كده. فاهم ازاي؟ ده مجرد برنامج كمبيوتر بحس الشخص اللي بيتعمل عليه التجربه يحس انه مرفوض. الشخص اللي كنا بنعمل عليه التجربه ده فين؟ في جهاز MRI scanner functional magnetic resonance عشان يشوفوا ايه اللي بيحصل في مخه بالظبط اثناء احساسه بهذه المشاعر. الباحثين اكتشفوا ان بالمقارنه بالكنترول اللي هو بيبقى شخص متطوع بيلعب والناس بتبصيله عادي، فبيشوفوا الفرق، شخص الناس بتبصيله وشخص الناس رافضينه وما بيبصلهوش، لقوا ان في الشخص اللي بيتعرض للرفض في نشاط اكتر شويه في بعض الاجزاء في المخ، اجزاء زي الدورسال انتيريور سينجوليت والانتيريور انسولا. ودي عزيزي المشاهد تقريبا المناطق اللي
بيحصل نشاط فيها لما الانسان يتعرض لالم جسدي. ده ابو حميد ده اللي فهمته من الدراسه عزيزي المشاهد، بمعنى بجد الشعاري قلبك اللي اتكسر بالنسبه لمخك ممكن ما يفرقش عن دراعك اللي اتكسر، بس عزيزي المشاهد الدراع اللي اتكسر له جبس، القلب ملوش. والدراسه لم تقف لحد هنا، في دراسه 12 سنه 2010 في مجال سايكولوجيكال ساينس لما الباحثين لقوا ان الاحساس بالرفض ممكن يكون مشابه لالم الاصابه الجسديه. العلماء دول حبوا يعملوا ايه؟ يقولك ماشي خلاص، مش هو زي الاصابه الجسديه، طب هل نقدر نعامله كانه اصابه جسديه؟ شوف العلماء، فبداوا تجربه جديده مع عدد من المتطوعين. مجموعه منهم كانت بتاخد مسكن الباراسيتامول، والمجموعه الثانيه كانت بتاخد بلاسيبو او دواء مزيف لمده 3 اسابيع. وبمقارنه نتائج المجموعتين، المتطوعين اللي خدوا المسكن الفعلي كانوا بيحسوا بالم اقل. بجد يا ابو حميد؟ ده العلماء لقوه في التقارير اللي كانوا بيسلموها كل يوم، احنا حاسين باحساس احسن. التقارير دي مع دراسه جديده بالاف ام ار اي لقت ان المتطوعين اللي خدوا الباراسيتامول يوميا لمده 3 اسابيع اظهروا نشاط اقل بالمناطق المرتبطه بالالم في المخ في الوقت اللي كانوا بيتعرضوا فيه للرفض في لعبه السايبر بول بالمقارنه بالمتطوعين اللي خدوا البلاسيبو. للاسف ايها المشاهد الجميل، مخ الانسان بيتعامل بنفس هذا النمط مع مواقف الرفض المختلفه اللي بنواجهها في حياتنا اليوميه. يعني مثلا في دراسه اتنشر في مجله Proceedings of the National Academy of Science سنه 2011، الطبيب النفسي ايثن كروس الدكتور في جامعه ميشيغان فحص ادمغه مجموعه من المشاركين اللي لسه خارجين من علاقات غراميه، ولقى ان كتير من المناطق المرتبطه بالالم الجسدي في المخ بيزيد نشاطها لما بيتم عرض صور احبائهم السابقين عليهم. فتخيل عزيزي المشاهد وانت قاعد ومطلع لك صوره الاكس، الم المناطق تنشط. والحقيقه ان انت صعب تلاقي موقف الانسان يتعرض فيه للرفض من غير ما يحس بالالم. ويليامز الدكتور في جامعه بردو تساءل، طب هل لو الناس اللي بيرفضوني دول هم اساسا معادين لديني ولعرقي ولهويتي، هل انا بقى كتعرضت للرفض من الناس اللي هم ضد كل حاجه فيا هحس بالم؟ ما هو دول اعدائي، مش المفروض بقى اللي هو اقول يا احسن يا عم مش عايز منكم حاجه، مش ده المفروض يبقى الاتيتيود بتاعي؟ دول ناس انا احتمال ان انا ابقى راغب اني انتمي ليهم منعدمه، هل ساعتها هحس بالرفض وهحس بالالم؟ ويليامز لقى ان مجموعه من الطلاب الافريقيين حسوا بنفس الالم لما عرفوا ان اللي رفضوهم دول اعضاء من الكوكلوكس كلان. الله، مين يا ابو حميد الكوكلوكس كلان دول؟ دي مجموعه عنصريه تجاه الالوان الاخرى، مشهورين جدا، كانوا بيعملوا الناس وبيحرقوا ناس ودولاد لذينه بيلبسوا كده الزعبوط الابيض، وايت سوبريمست، مؤمنين ان السياده تكون للبيض. فتخيل هنا المشاركين الافارقه حسوا بهانه ان هم مرفوضين من هؤلاء الناس، حاجه غريبه. ده اللي بنلاقيه في الدراسه. في تجارب اخرى شوف بقى، اللي كانوا بيتعرضوا للرفض كان بياخدوا مقابل مادي. الله، ده ما احسش بالالم ده، يعني هتخش تلعب تترفض بس تاخد فلوس. بس ده عزيزي المشاهد ما منعش ان هم يتعرضوا للالم. طبعا انت هتقول لي الله، طب ما ممكن انت هخش ومش هتعرض للالم، ما تخافش عزيزي المشاهد انت ما عندكش دم. ايه يا عزيزي، الفلوس تعمل فيك كده؟ لا بهزر عزيزي المشاهد، احنا كلنا محتاجين فلوس بصراحه. جميله جدا التجارب العلميه. إيه لو رحت اي جامعه عزيزي المشاهد هتلاقي دايما اعلانات طلاب علم النفس وطلاب المخ والاعصاب وطلاب مش عارف ايه عاملين اعلانات ان انت تشارك في التجربه ويدوك بقى 20 يورو 50 يورو. في بعض التجارب ويعني تجربه حساسه شويه كانوا بيدوا للشخص 10000 يورو. طبعا حضرتك تسالني مقابل ايه؟ مقابل ان هم يقللوا او يزودوا نسب التستوستيرون عشان يشوفوا طريقه تفاعلك في البورصه، كانوا عايزين يشوفوا علاقه التستوستيرون بالمخاطره. تاخد 10000 يورو بس التستوستيرون هيتلعب فيه. ايه المشكله عزيزي المشاهد؟ ما احنا المهم اللي عايز اقوله لك انه مهما الباحثين عملوا بيلاقوا ان احنا بنتالم لما حد يرفضنا حتى لو هناخد فلوس، حتى لو اللي بيرفضنا ده ما بيحبناش، احنا ضد مبادئه. الطبيب النفسي نيثان ديول دكتور في جامعه كنتاكي كان بيقول ان من قديم الزمان والانسان البدائي بيعتمد على المجتمع اللي حواليه عشان يقدر يعيش ويتعايش. احتياجه للانتماء جذور ممتده من بدايه التاريخ البشري ايام المجتمع القبلي. الشخص اللي كان بيتعرض للرفض من قبيلته كان سهل يبقى في خطر على حياته، خطر من حيوان مفترس من قبيله اخرى. ده في مجتمع قبلي وحيوانات بقى واسود وامراض، مين هياخد باله منك؟ احنا كائنات اجتماعيه، فالانتماء شعور طوره البشر كشيء اساسي يمكن يكون زي الاكل والشرب، بنحتاجه للتعايش ومواجهه الحياه. انت منتمي لشيء فمطمن ومعاك جيشك اللي هيحميك ضد المخاطر، او انت مش منتمي لشيء فسهل تتوه وتتعرض للخطر وانت لوحدك، محدش هيساندك يوم ما تضعف. فاحتياجك للانتماء واحساس انك مقبول اجتماعيا وعاطفيا يعتبر سيرفايفل ميكانيزم، اليه للمحافظه على استمرار الحياه. ديول بيقول ان مخ الانسان ما عملش
بلاش سيستم جديد للاستجابة للألم النفسي، بالعكس ده يمكن يكون شارك الجسم في الاستجابة للألم الجسدي. يخرب بيت المخ، ما تتعيد الياض وتظبط يالا، الوقت اتغير، بقينا عايشين في مدن، بقينا في مجتمعات فردية individualistic. لكن لا، ما انا ما اترفتش يا جدع، ما اترفتش. طب خليك اتقلم بقى، مش انت معايا في نفس الجسم؟ اتقلم. لا بقى عزيز، مش هتبهزر معاك ومع المخ. لا ايه اللي زعل المخ، ربنا يحفظنا. مرة كان زعلان مني، رجع خد حقه امتى؟ في الامتحان. والله ما انا مفكرك بحاجه يا ابن اللذينه، ما بحبوش لا هو ولا الكبد. ليه يا ابو حميد ما بتحبش الكبد؟ ده اول ولا تاني اكبر عضو في الجسم. الدهون، يقعد يوزع الدهون بقى في كل حته. طب ما تخلي الدهون دي نتخلص منها. كلهم بيحقدوا على علاقتي بالمعده والامعاء الدقيقه والامعاء الغليظه، دول بحبهم او دول اكتر اعضاء بحبهم. المهم، نتيجه لهذا التداخل، لو خضرنا الانسان تجاه الالم الجسدي، ده ممكن يؤدي لعدم احساسه بالالم النفسي. اكيد عزيز مشاهد انت بتقول دلوقتي الله، طب ما هي سهله اهي، لو على الالم الجسدي هاخد شويه مسكنات خلاص، ما تكبرش الموضوع، هو مين فينا مش موجوع؟ بس الحقيقة ان الموضوع لا يقتصر فقط على الألم الجسدي. في 2001 رئيس الصحة العامة في امريكا او السيرجن جنرال اوف ذا يو اس ديفيد تاتشر اصدر بيان بيقول ان الرفض يعتبر مسبب اكبر لانتشار العنف بين المراهقين. كده ابو حميد، من تعاطيهم للمخدرات وانتمائهم لعصابات الشوارع. في دراسات كتيرة لقت ان الرفض مهما كان مستوى تأثيره بيخلي اللي تعرضوا للرفض يعبروا عن غضبهم باستخدام العنف. يمكن من اهم الدراسات دي دراسة نشرت في 2003 لمارك ليري، دكتور في علم النفس في جامعة ديوك، درس وحل بعض حالات السكول شوتينجز او جرائم اطلاق النار في المدارس من 1995 ل 2001. كان عايز يشوف ايه دور الرفض المجتمعي في هذه الجرائم، ولقى ان في 13 من اصل 15 حالة مطلقين النار كانوا قبلها تعرضوا لرفض اجتماعي أو عاطفي. ده مش بس كده، مش بس هيبقى فيه ألم وممكن تمارس العنف ضد الناس. تخيل عزيز المشاهد، تعرض لرفض ممكن يروح يقتل، تعرض لرفض ممكن يروح يشرب مخدرات، تعرض لرفض ممكن يعمل أعمال مؤذية في المجتمع وفي نفسه. ومش بس كده، الرفض ممكن يؤثر بالسلب على وظائف حسية وإدراكية كتير. الطبيب النفسي نيثان ديول اتكلمنا عنه قبل كده في مقال نشره في 2011 في مجلة Current Direction in Psychological Science، كان بيقول ان الرفض الاجتماعي بيزود من فرص الاكتئاب والانكزايتي القلق، وبيقلل من الاداء الذهني في المهام الصعبه والتحكم في الانفعالات. ده لانه ممكن يقلل من جوده النوم ووظيفه الجهاز المناعي مقارنه بالاشخاص اللي بيتمتعوا بعلاقات انسانيه جيده. الحقيقه ان ولمده طويله الباحثين قدروا يتوصلوا لعلاقه بين الاندماج الاجتماعي والصحه الجيده، بس مؤخرا الاستنتاج ده اصبح محير. هل العلاقات الاجتماعيه كانت سبب في تحسن صحه الاشخاص، ولا الاشخاص اللي اصحاء من البدايه هم اللي كانوا بيتمتعوا بعلاقات اجتماعيه افضل؟ في 2015 الاطباء النفسيين في جامعه بيرجم يونج يونيفرسيتي في ولايه يوتا الامريكيه حللوا اكتر من 70 دراسه تبعوا اكتر من 3 مليون شخص على مدار 7 سنين، والنتيجة انهم لقوا ان الرفض الاجتماعي والاستبعاد بيزود من احتمالية وفاة الشخص في خلال الدراسة بنسبة 29%. واحد يقول لي يا ابو حميد ده نسبة قليلة، طبعا هذه النتائج كانت نابعة ان كان في كنترول، كل الناس اللي داخلين كانوا تقريبا بنفس مستوى الصحة فكنترولد. دراسات اخرى لقيت هناك علاقة بين الاستبعاد وامراض زي امراض القلب والسكتة الدماغية والزهايمر، ودي في الوقت الحالي من اكبر مسببات الوفاة. مهما كان رد فعلك بعد التعرض لرفض اجتماعي او عاطفي، فلا اكيد ان المسكنات عمرها ما هتكون الحل. في طرق صحيه كتير تقدر تتخطى بيها الالم، دي موف اون زي ما بيقولوا. في دراسه اتنشرت في مجله ذا جورنال اوف نيورو ساينس بتقول ان سر تخطي الالم انك تحس يعني باحساس افضل هو انك تعمل حاجه انت مقتنع من جواك انها ممكن تساعد، لانها ممكن تساعد فعلا. علماء النفس في جامعه كولورادو بولدر جمعوا حوالي 40 متطوع مروا بانفصال عاطفي في اخر 6 شهور. عملوا في البدايه تجربه مبدئيه عشان يتاكدوا ان الالم النفسي هيسبب فعلا زياده في نشاط في نفس مناطق المخ المسؤولة عن الألم الجسدي، ويخلوا نتائج هذه التجربة أساس يبنوا عليها. فعملوا للمتطوعين رنين مغناطيسي على المخ مرتين، مرة وهما بيعرضوا عليهم صور شريكهم اللي اتفصلوا عنه، ومرة وهما بيعرضوهم لحرارة بسيطة من جهاز هما اللي بيتحكموا في حرارته بغرض ان هما يحسسوهم بالألم ويبعتوا إشارات للمخ بالإحساس ده. والنتيجة المتوقعة ان نفس المناطق في المخ يحصل لها إثارة في المرتين، فتأكدوا ان تأثير ألم جسدي زي التعرض للحرارة بالنسبة للمخ يمكن يكون هو
هو تأثير ألم نفسي زي ان انت تنفصل عن حد انت بتحبه. فبناء عليه قسموا الأربعين متطوع لمجموعتين، مجموعة ادولهم بخاخ للأنف وحطوه كده في مناخيرهم وقالوا لهم يا جماعة ده بيقلل الإحساس بالألم النفسي، والمجموعة التانية قالوا لهم يا جماعة المحلول ده محلول عادي لا فيه لا مسكن ولا أي حاجة، وعادوا الرنين المغناطيسي على المخ تاني للمجموعتين وهم بيعرضوا عليهم صور الإكسات. المجموعة اللي كانت فاكرة إنها واخدة المسكن أظهرت اختلاف كبير المرة دي، ما كانش فيه زيادة نشاط في المناطق المرتبطة بالألم، بالعكس هم نفسهم أكدوا إن إحساسهم بالألم قل. بالبلاسيبو والله العظيم ثلاثة بالبلاسيبو. عزيزي المشاهد الإنسان قادر إن هو يبسط نفسه ويمتع نفسه بس محتاج يضحك على نفسه. ما سألنيش إزاي، إحنا بنشوف السينما والدراما ليه؟ ما عشان الناس بتعرف تجذب علينا وتحسسنا بمشاعر معينة بننبسط. إحنا نحب الكذب بس اللي يكذب علينا يكذب صح، قد نكون إحنا عارفين إن هو بيكذب بس قشطة تمام مبسوط. إحساسهم بالألم قل، وقالوا إن كمان عندهم إحساس أكبر في التحكم في مشاعرهم. من البلاسيبو ده اللي لقوه، مش دعوة ده متحملنيش المسؤولية. كمان ظهر في الرنين المغناطيسي زيادة نشاط منطقة اسمها بيري أكوادكتال جرين، ودي منطقة في المخ بتساعد في التحكم في المسكنات الطبيعية والمواد الكيميائية اللي بتحسن المزاج والحالة النفسية زي الناتشرال أوبيويدز والدوبامين. العلماء اللي قاموا بالتجربة دي بيقولوا إن إحنا قدرنا نقيس تأثير البلاسيبو على الألم النفسي، ونتائج التجربة دي بتؤكد إن قناعاتك وتوقعاتك الإيجابية كافية إنها تحسسك بشعور أفضل وتحفز المناطق المسؤولة عن الإحساس ده في المخ، مع إن المناطق دي في العادة محتاجة مسكنات ومواد كيميائيه عشان تشتغل. وده معناه ان الاكسبكتيشنز او التوقعات ليها تاثير نقدر نستخدمه لصالحنا. ستيفن ميرز الدكتور في جامعه روزفلت تعليقا على التجربه دي بيقول ان الاحساس بالعجز بعد التعرض للرفض هو يمكن يكون عامل مؤثر في زياده الالم، وان بخاخ الانف ده ما هو الا شيء خلى المتطوعين يقتنعوا انهم بياخدوا خطوات فعليه عشان يكونوا افضل، خطوات تخليهم يتحكموا في الالم ويتخطوه. عبيط المخ عبيط. ايها المشاهد الجميل، لو تعرضت للرفض مهما كان نوعه فالحل ممكن يبدأ بإنك تتخلص من الشعور بالذنب والعجز. اعمل الحاجات اللي انت حاسس فعلا انها ممكن تساعدك حتى لو كانت بسيطة، ممكن تمارس رياضة مثلا او ترجع للعلاقات الصحية مع اهلك او صحابك او برنامجك المفضل. عزيزي المشاهد انا ما برفضكش، دايما عايزك معايا. عمرك شفتني وقلت لحد ما تشوفش الحلقات اللي فاتت، ما تشوفش الحلقات الجاية، ما تبصش على المصادر، ما تشتركش على القناة؟ لا عايزك تشترك عشان نبقى كلنا كده كوميونيتي مع بعضينا نتابع برنامج الدحيح. مفيش رفض مفيش ألم. شوف يا معدة النهاردة أنا عزمك على حتة سندويتش شاورما هتاكلي أمعائك وراها. القولون جه. تعرف عزيزي المشاهد أنا مين صعبان عليا دلوقتي؟ المفروض اللي انت بتقوله ده ابو حميد. محمد منير بيقول كل المفروض مرفوض. ليه يا محمد؟ ليه؟ هو عمل لك ايه؟